أولا مولانا، إيه اللي كان بيميز مدرسة فضيلة الشيخ حمد الزامل رحمة الله عليه، رغم إن يعني كان فترتها قصيرة، يعني 6 سنين بس، يعني فترة من وقت اعتماده في الإذاعة حتى وفاته رحمة الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ حمدي الزامل ولد في قرية من قرى المنصورة اسمها منية محل الدمة، ولد سنة 1929 في محل الدمة ده، وبعدين لما كبر حفظ القرآن، حفظ القرآن بس كان صوته حلو قوي، صوته منساب، يعني لما تسمعه تحس بأنه لا يعاني وهو يقرأ، ما بيبذلش مجهود علشان يجيب اللي هو بيقوله ده. عظيم. صوته قوي ومعبر، ولذلك سموه مصور المعاني القرآنية. جميل. اللفظ ده بيطلق ليه على القراء؟ لما صوته وطريقته تبقى كأنها بتفسر صح الكتاب، كأنه بيرسم لوحات من المعاني القرآنية فتعمل لك ألبوم. صح. ده مولانا بنستشعره في القراء المصريين او في دوله التلاوه المصريه، مش عند حد تاني، احنا بنشوفه عندنا. هي مدرسه، بيفسروا لنا القران واحنا بنسمعه فعلا. فحمدي الزامل ده هو كان يحب الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله، وكان منتمي الى مدرسته اولا، ثم بعد ذلك بدا شويه شويه كده يبقى له برضه مدرسه خاصه. فهو ولد 1929 ومات سنة 82، عنده 53 سنة، يعني مات في عز شبابه، ملحقش يعمل ختمة، لكن كان موهبة فريدة، وحفظ القرآن حفظا متقنا، وابتدى يحضر في الليالي والمناسبات ويبقى صوته صوت شجي. مرة الشيخ مصطفى كان رايح، إسماعيل رايح في حتة علشان مسافر كده، وبعدين سمع صوته من إحدى التجمعات، فأمر السائق أن يقف، ومش عارف مين ده. قال الجدع ده لي مستقبل هايل. فهو كان يحب الشيخ مصطفى، والشيخ مصطفى كان يحبه أيضا علشان انه هو من مدرسته، يعني الـ 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 النمط كان واحدا. حفظ، ولما بدأ الشهرة في محل الدمنة تشتهر شوية، بعدين في المنصورة، نصح الناس أباه بأنه هو عيلة الزمل دي عيلة كبيرة على فكرة، وفيهم قراء كتار وعلماء أزهر كتار. نصح أحدهم أبوه أنه هو ينزل بالقاهرة عشان بقى يتعرف ويتشهر، يتعرف ويدخل المعهد الديني ويدرس شوية بقى كده في الأزهر وكذا إلى آخره. فنزل إلى القاهرة، ويصادف أن المعهد اللي هو يروح فيه شيخ المعهد، هو بقى في واحد خده قبل شيخ المعهد، بقى واحد خده من عندهم اسمه عوف بحبح، واخد بالك؟ الشيخ عوف بحبح، وعوف بحبح كان بتاع تجويد وقراءات وكذا، وهو الشيخ الحقيقي اللي نتج من تحت ايده حمد الزامل. فراح مصر بقى، فتقع الخيارة بتاعته في ايد توفيق عبد العزيز، الشيخ توفيق عبد العزيز كان شيخ المعهد، فسمعه انبهر بيه. توفيق عبد العزيز ده مين؟ علشان الناس يمكن تكون غايب عنها المعلومة دي، ده ابو ابله فضيلة،
ابو ابله فضيله. ما احنا عارفين كلنا ابله طبعًا. فضيله اللي كانت الاذاعيه طبعا يعني بتقول في الاذاعه مزبوط. البرنامج بتاع الاطفال حقيقي. وكانت حريصه على نشر القيم طبعا. ابله فضيله هي اسمها فضيله توفيق. اخت محسنه توفيق مزبوط. توفيق ده مين؟ اللي هو توفيق عبد العزيز ده هو شيخ توفيق اللي هو شيخ المعهد اللي اعجب بحمد الزامل اعجاب كبير وشجعه ان هو يستمر في التلاوه والتفرغ للتلاوه لان التلاوه مش مساله سهله دي عايزه مداومه على الحفظ عايزه مداومه على مراعاه احكام التجويد وعايزه مداومه على القراءات وعايزه مداومه على الحفاظ على الصوت وعايزه بعد كده وقبل كده قضايا النغم اللي بتدي مزية في كثير جدا من الأحيان بتدي مزية للقارئ بتاعها. طيب رغم الشهرة دي كلها ورغم أيضا ما ذكروا عنه فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بأنه لا أحد يقرأ في وجود الشيخ حمدي الزامل ولكن اتأخر ليه في الإذاعة؟ ليه ما تقدمش للإذاعة عشان يطلع القرآن فيها إلا يدوب قبل 6 سنين من وفاته؟ ما قدمش واللي قدم له في الإذاعة الشيخ مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى هو اللي قدم الورق وقال لهم ده تلميذي ويعني وصى عليه. يقال انه كوكب الشرق ام كلثوم كمان هي برضو اقنعته انه ضروري يقدم في الإذاعة. هو كان في علاقة ما بينه وبين ام كلثوم وقالت الصوت ده حرام انه ما يصلش الى الناس وتتمتع به. فوسط الشيخ مصطفى ان هو يعاونه في هذا المجال. ولذلك كان شايل لها هذا الامر بس هو في الحقيقه تاخر ايضا حتى بعد نصيحه ام كلثوم لكن هو قرأ في 40 ام كلثوم مظبوط لما حصل بقى في طمايل زهيرة اللي هي القرية اللي منها أم كلثوم لما ماتت كانوا البلد فرحانة بأم كلثوم إنها أيقونة خرجت من عندنا هنا فيبقى بيعتزوا بيها قوي فالعمدة كان اسمه حسن السيد بتاع طمايل فعمل لها ميتم وعمل لها 40. طيب ممكن أنا آسف بقى ممكن نعرف ايه اللي حصل في 40 ام كلثوم وقراءة الشيخ الزامل بعد الفاصل عذرا معلش.